تعديل وزاري في ثلاث وزارات خدمية وفي محافظة شبوة. هل هذه التعديلات التي كان ينتظرها الشعب من رئيس الوزراء الجديد 42 وزيرا، لماذا لا يتم تقليصهم في ظل دولة منهارة؟ أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي جملة من القرارات الجمهورية قضت بتغيير وزراء التخطيط والكهرباء والعدل، بالإضافة إلى تغيير محافظ محافظة شبوة. وكان شارع اليمني بانتظار تغييرات جذرية في رأس الدولة، وذلك بعد وعود رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك أبان تعيينه قبل أسابيع. وأثارت الإطاحة برئيس الوزراء السابق بن داغر وتعيين الدكتور معين عبد الملك تساؤلات واسعة بين اليمنيين والمراقبين حول ماذا يمكن أن يحققه الدكتور معين في ظل فشل كبير لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. استقر الدكتور معين في عدن وبدأ ممارسة مهامه منها، وهي خطوة لاقت ارتياحا شعبيا كبيرا، خصوصا بعد أنباء عن إلزامه بقية الوزراء ممارسة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن بعد أن كانوا رحالة بين عواصم العالم. فما الذي ستضيفه هذه التعديلات لليمنيين؟ ملفات مفتوحة، يمكن الرأي العام مستعجل لأنه يعرف أنه في خلل في هذه المؤسسة وفي هذه المؤسسة وفي جوانب كثيرة. قبل أيام وفي مقابلة مع قناة أبوظبي، وعد رئيس الحكومة بتعديلات وزارية تعمل على إحداث تغييرات ملموسة في حياة المواطنين. تمخضت الوعود فولدت تغييرات في ثلاث وزارات فقط في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون تغييرات جذرية في بنية الحكومة. التعديلات شملت وزارات الكهرباء والتخطيط والعدل، بالإضافة إلى تعيين محافظ جديد لمحافظة شبوة. الحكومة التي تخوض حربا منذ 4 سنوات وتدير بلدا فيه أكبر كارثة إنسانية في العالم تتألف من 42 وزيرا، وهذا على ما يبدو إدانة كافية على وضع يعرفه اليمنيون جيدا. مراقبون قللوا من أهمية هذه التعديلات حيث اعتبرها البعض تغريدا خارج السرب في الوقت الذي كان ينتظر فيه اليمنيون تقليصا لعدد الوزارات بما يتناسب مع مرحلة الحرب التي تعيشها البلد، هذا فضلا عن الجيش الكبير من الوكلاء والمستشارين الذين عينهم هادي خلال الفترة الماضية. تعيينات الرئيس هادي لا تتكئ على معايير الكفاءة والنزاهة على ما يبدو، ولا حتى معايير الثقل السياسي والشعبي. للرجل حساباته الخاصة والتي يعتبرها البعض مناطقية، بالإضافة إلى حسابات لها علاقة بمطابخ الرياض. بعد مجيء الدكتور معين عبد الملك إلى الوزارة، تفاءل البعض في تحسن أداء الحكومة وتوقعوا تغييرات واسعة تطيح بمسؤولين عرف عنهم نهب المال العام وعدم التواجد في مقر أعمالهم بعدن، وفي أحسن الأحوال الفشل الإداري وعدم الإنجاز. لكن التغييرات التي تمت بالأمس لم تطل أصل المشكلة ولا تداعياتها. تكونت شبكات مصالح، الوضع الآن مع ضعف الدولة. جسم كبير وحمولة ثقيلة سيعاني منها الدكتور معين إذا لم يتم تقليص العدد الكبير من الوزراء ونوابهم ووكلائهم الذين يرى البعض أن أبرز ما يقومون به هو استلام الرواتب بالعملة الصعبة في ظل وضع مزر لبقية اليمنيين غني عن التعريف. إذن مشاهدين الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور فيصل الحديفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة عبر الأقمار الاصطناعية من تايز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. بداية مساء الخير دكتور فيصل. أسعد الله مساءكم والجمهور الكريم والضيوف المنتظرين. أهلا بك معنا دكتور فيصل. تعيينات جديدة في الحكومة بعد تقريبا 40 يوم من تعيين الدكتور معين عبد الملك في رئاسة الحكومة، هل ترى أن هذه التعيينات تترجم حالة التغير المطلوبة لانتشال الوضع؟ التعديلات الطفيفة التي تابعناها بالأمس ليست هي التغييرات المنتظرة، ولكن هي تدخل في إطار برنامج رئيس الحكومة التي قبل من حيث المبدأ بأن يكون رئيسا للحكومة، لم يمنح صلاحية تغييرها أو تعديلها، وقبل تعيينه على هذا الأساس وهو يعمل في إطار المتاح، ولكنه أعلن في برنامجه بوضوح بأنه سيستخدم العصا والجزرة، سيراقب أداء أعضاء الحكومة، ومن سيثبت بأن أداءه غير مرضٍ سيتم التخلص منه،
وأنا أعتقد بأن هذا التعديل الوزاري هو رسالة لبقية أعضاء الحكومة بأن عليهم أن يعيدوا التفكير في عملهم ويعيدوا برامج حقيقية للعمل. وقد تم التغيير في وزارات فعلا هي مترهلة، والاستغناء أيضا عن نائب وزير المالية الذي كان يشكو منه الكثير من الفساد ورفض أن يستقر في عدن، أيضا كان خطوة إيجابية تعطي ملمح بأن رئيس الحكومة لديه برنامج في الضبط والربط. ولن نستعجل خلال 40 يوما أو شهر لتقييم أدائه، لكن نحن منتظرين 6 أشهر لكي نستطيع أن نقيم المرحلة بشكل إيجابي وموضوعي. الرجل له خطاب أعلنه وهو بمثابة برنامج، وله أداء فعلي على الواقع ممكن أن نقيس بأن أداءه إلى الآن مرضي إلى حد ما. فقد نزل سعر الدولار بنسبة 30% ونزلت الأسعار في السوق بما يوازي 30%، وهذا مؤشر إيجابي وجد رضا اجتماعيا ولكن غير كافي. المجتمع ما زال ينتظر أداء مقنعا بما وعد به رئيس الحكومة في أكثر من خطاب وفي أكثر من لقاء. نعم، إذن يعني وزارة الكهرباء وأيضا العدل والتخطيط، ما هو الهدف من التغيير في هذه الوزارات من وجهة نظرك؟ هو ليس من وجهة نظري ولكن من وجهة نظر رئيس الحكومة الذي طلب تغيير هذه الوزارات، وهو أعلن سابقا كما قلت آنفا بأنه سيراقب الأداء، ومن سيجد بأنه لا يشتغل ولا يعمل بشكل مرضي أو بشكل فعال فإنه سيتولى اتخاذ قرار تغييره، وقد أوفى بما وعد. وأنا أعتقد بأننا نفهم من أن هذا التغيير هو تغيير جزئي تأديبي لبقية ورسالة لبقية أعضاء الحكومة، عليهم أن يغيروا نمط أدائهم وأن يبدأوا ببرنامج حقيقي كل فيما يخصه، بحيث أنه هناك إدارة يعني مرحلة جادة تستدعي المضي قدما في إحداث الحد الأدنى من التغيير الإيجابي في المجال الاقتصادي وفي المجال الخدمي الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، وتولى بصريح العبارة التنصل عن القرارات السيادية السياسية والعسكرية باعتباره لا تدخل ضمن اختصاصه، وهو قبل المنصب وفقا لهذا المتاح. نعم، إذن يعني برأيك استمرار حشو الحكومة المترهلة، أصلا يعني نحن نتحدث عن 42 وزارة، ربما يعني أكثر الدول استقرارا لا تحمل هذه الوزارات أو ليست لديها هذا الكم الهائل من الوزارات، يعني للأسف الشديد أيضا أسماء ووجوه مترهلة وربما يعني عليها أكثر من إشارة استفهام، يعني برأيك ما هي دلالة مثل هذه التعيينات التي يعني لم يجد الشعب ربما إنصافا في أحد الأسماء، أو يعني يشعر بأن هذا الوزير فعلا سيكون في المكان المناسب في وزارة مناسبة تعمل فعليا على الأرض عوضا عن أسماء وزارات لا عمل لها؟ الأمر في هذا الجانب يعود إلى رئيس الجمهورية نفسه صاحب القرار. نعم، ونستطيع أن نرفع العتب عن رئيس الحكومة في هذا المضمار، لأن القرار الذي صدر بتعيينه يعني ألحق بتذييل بأن تبقى الحكومة كما هي، وبالتالي لا يمتلك رئيس الحكومة أو لم يعطى صلاحية اختيار فريقه، وبالتالي اللوم هنا لا نستطيع أن نلقيه على رئيس الحكومة وإنما على رئيس الجمهورية الممسك. نعم، أنا لا ألوم رئيس الحكومة بطبيعة الحال دكتور، يعني الفكرة هي يعني اللوم على من تقع عليه المسؤولية بوجود وزارات بهذا الشكل. يعني كلما سمعنا عن تعيينات جديدة رئاسية جديدة ترقبنا شيء جيد، ترقبنا أسماء جيدة، ترقبنا يعني بعد 4 سنوات على الأقل استيعاب أننا في حرب وإنشاء حكومة حرب متقلصة وعددها معقول. هذا صحيح وهذا منتظر، بأنه لا ينبغي أن يكون هناك حشد كبير من السلطات السيادية من وزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات وكذلك ملحقات دبلوماسية
ومساعدين لهم، وهذه تستنزف الخزينة العامة في وقت المجتمع محتاج إلى هذه الأموال. لكن كما قلت بأنه هذا الأمر يعود إلى تفكير الرئيس هادي وإلى طريقة وإلى قناعته الشخصية. إلى الآن خلال 4 سنوات الرئيس هادي يعمل في إطار نظام رئاسي وهو لا ينطبق مع الدستور اليمني. النظام الرئاسي رئيس الدولة يمتلك كل الصلاحيات ويعتبر بأن كل من يعينهم هم فريق حكومي يشتغلون وفق أوامره، بينما في النظام الدستور السياسي وفق الدستور اليمني هو نظام مختلط، أن هناك حكومة ذات صلاحية كاملة مسؤولة أمام الرئيس المنتخب من الشعب ومسؤولة أمام البرلمان المنتخب من الشعب. إلى الآن لم يمنح رئيس أي حكومة بعد أن تولى الرئيس هادي أي صلاحيات كافية للعمل، باستثناء حالة طيب الذكر سالم باسندو، وهو الوحيد الذي حاول أن ينتزع صلاحيته وأن يمارسها وفق الدستور. ولكن بعد حكومة باسندو انتقلنا إلى حكومات صدرت صلاحيتها لصالح رئيس الجمهورية، وبالتالي رئيس الجمهورية يمارس الاستبداد المطلق من خلال سحب الصلاحيات على المؤسسات الدستورية. نحن نتمنى من الرئيس هادي بأن يعيد طريقة تفكيره حتى تساعده الحكومة والمؤسسات على أن لا يكون اللوم ثقيلا عليه. في نهاية الأمر هو المسؤول، المسؤولية التاريخية أمام الشعب اليمني. لا ينبغي أن يظل يحكم كل السلطات وأن يستفرد بالقرار. نحن ننتظر بأن يمنح رئيس الوزراء معين عبد الملك، وهو يعتبر التعيين الإيجابي الوحيد في أي حكومة منذ أن قامت الثورة الشبابية الشعبية في 2012، لأنه شاب وينتمي إلى جناح الثورة ورجل له قدرة على فهم عمق المشكلات اليمنية، وخطواته خلال هذه الفترة القصيرة أثبتت بأن لديه برنامج واضح ويستطيع أن يحقق شيئا ما، ونحن ننتظر المزيد منه ونحن متفائلون، لأن الخطوات والمؤشرات من خلال الخطاب ومن خلال الأداء على الأرض يؤشر على أن الأمور ستكون إلى خير. ولكن إذا ما منح الصلاحيات كاملة وفق الدستور فإن الأداء سيكون أفضل بكثير. نعم، إذن اسمح لنا الدكتور أن ينضم معنا المحامي محمد مقبل عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير دكتور أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا فيك أستاذ عزيز. أهلا بك. إذن بداية، ما هي قراءتك لهذه التعيينات الحكومية لبلد يخوض حرب منذ 4 سنوات؟ الحقيقة الآن أولا نريد أن نعطي توصيف للوضع القائم بشكل مختصر. يوجد لدينا حكومة هم أقرب إلى حكومة منفى، حيث أن الحكومة لم تلتحم على الأرض اليمنية إلا في فترات متقطعة. الحكومة معظمها متواجد في المملكة العربية السعودية في الرياض، والحالة اليمن الآن يمر بحالة حرب أهلية إذا جاز التعبير. نحتاج في مرحلة كهذه إلى أن تتضافر الجهود من أجل رأب الصدع ومحاولة الآن دعم الجهود الأممية من أجل أن يلتقي الفرقاء اليمنيون والبحث في سبل الحل السياسي. لماذا هذه المقدمة الطلبية؟ هذه المقدمة أقولها لأننا في حالة استثنائية، والمفترض أن تكون الحكومة حكومة مصغرة، حكومة حرب تدير أوضاع استثنائية في الجمهورية اليمنية. لا يزال في ظل هذه الظروف لدينا أكثر من نصف عدد الموظفين في الجمهورية اليمنية لا يستلمون مرتباتهم. اليمن وكثير من الناس يمرون في حالة فاقة وشديدة جدا، إضافة إلى ما سببته الحرب على اليمن من كافة الأطراف ومن أضرار مأساوية. في ظل ظروف كهذه يؤسفنا أن نجد النخب السياسية تتصارع على اقتسام مناصب سياسية. الحقيقة الأمر يشعرنا جميعا بالحزن، وأن هناك محاولة للتفرد بالسلطة وسلطة مطلقة. هذه الحكومة أو الحكومة التي سبقتها لم تنال استقالة من البرلمان وفقا للدستور اليمني. سيقول قائل أننا في حالة حرب. طيب، في حالة حرب ألا يفترض أن تكون الحكومات القائمة هي حكومات توافقية وفي الحدود الدنيا وتقليص النفقات والمصروفات؟
أم نرى سيلا جرارا من الأقارب وأقارب الأقارب وأصدقاء الأقارب والأهل؟ تحولت الحكومة اليمنية إلى شلالية. طيب أعتقد أن هناك انعدام في المسؤولية من القائمين. نعم، لو تحدثنا أستاذ محمد، ما هي الصورة التي يريد أن يوصل إليها؟ نعم، لو تحدثنا أستاذ محمد عن النظام السياسي للجمهورية اليمنية وفق الدستور، تمنح صلاحيات للحكومة وتكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب وأمام الرئيس أيضا، ولكن كما تحدث الدكتور فيصل، صدرت صلاحيات هذه الحكومة من بعد حكومة باسندو، وأصبح الحل والربط بيد فقط الرئيس هادي. ما مدى قانونية ذلك؟ خاصة يعني نحن نعلم أن الرئيس هادي هو الرئيس التوافقي وفق المبادرة الخليجية، ويعني تعود له الأمور إذا ما حصل أي اختلاف سواء كان في الحكومة أو في المؤسسات الدستورية. يا سيدتي الكريمة، المؤسسات الدستورية في الجمهورية اليمنية معطلة، وهناك قوى على الأرض تتقاسم النفوذ على الأرض، وما تقوم به أو ما يقوم به الرئيس عبد الرب منصور هادي الحقيقة أنه يأتي خارج السياق التوافقي. نعم. من ناحية، ومن ناحية الأخرى من المفترض أن تخرج القوى السياسية برؤية سياسية موحدة من أجل الخروج من الأزمة، ولكن ما نراها الآن وكأننا في المربع الأول، في مربع 2012 و2011. لا أدري أين ذهبت النخبنا السياسية ومفكرونا، أو أن الجميع يخضع لمن يقوم بسداد الالتزامات. نعم، إذن هل هناك أي تبعات قانونية لهذا السيل الهائل من التعيينات والتي ربما تجاوزت عرف الحرب والسياسة والدستور والتوافقات أيضا السياسية؟ التبعات القانونية هو نحن الآن نحمل الجمهورية اليمنية ونحمل الخزانة العامة تكاليف عالية جدا، وهناك نفقات تتم بسفه وبطريقة تتعارض مع الدستور والقانون وتتعارض مع قواعد الحكم الرشيد. نحن الآن في مرحلة المفترض أن يتم التعامل فيها بآليات واضحة وبسياسات شفافة تعكس المستقبل المشرق الذي نريد الوصول إليه، ولكن الذي نراه هو للأسف الشديد لا تزال القوى السياسية غير راشدة وغير قادرة على الخروج برؤى موحدة، وكذلك مؤسسة الرئاسة تتعامل بسلطوية لا تتناسب مع كونها رئاسة توافقية ولا مع المرجعيات الثلاث للجمهورية اليمنية وفي هذه الفترة، وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية. الآن هناك سلطة رئاسية مطلقة استعادت كل الصلاحيات وتتعامل مع الجميع بفوقية، وتعتبر أن الوزراء هم عبارة عن طاقم مساعد للرئيس، وكأننا في نظام رئاسي، وهذا يتعارض مع أحكام الدستور النافذ. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد مقبل المحامي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، إذن في ظل هذه الصلاحيات المنزوعة من الحكومة وفي ظل يعني السلطة الرئاسية المطلقة كما وصفها الأستاذ محمد، أو حصر السلطة في الرئاسة فقط بهذا الشكل الذي يسوء أو يسيء للحكومة، هل تتوقع أن ينتزع الدكتور معين وربما هناك من يتفائل بوجوده بعض صلاحيات الحكومة ويستعيدها رغم أن تعيينه أتى مشروطا كما تفضلت في القرار؟ لا نستطيع التعويل على أن يتخذ معين عبد الملك موقفا صراعيا مع رئيس الجمهورية لينتهز منه صلاحيته الدستورية. الأمر موكل إلى رئيس الجمهورية الذي ينبغي عليه أن يعلم بأنه لن يحقق شيئا لليمن بدون أن يعود إلى إحياء المؤسسات. المؤسسة الدستورية ينبغي أن تشتغل الرئاسة كمؤسسة وليس كشخص، وينبغي أن يعود مجلس النواب بغرفتيه، مجلس النواب والشورى في هذا الظرف. بإمكانه أن يصدر مرسوما تشريعيا استثنائيا
لدمج مجلس الحوار المؤتمر الحوار الوطني بشخصيات منه في هذه الغرفتين حتى تشكل رقابة دائمة على السلطات. لا نستطيع أن نعول على أن معين عبد الملك أو غيره مهما بلغوا من الرشد والنضج والرؤية السليمة أن ينتزعوا صلاحيتهم بدون إرادة ممنوحة من رئيس الجمهورية. منذ اللحظة الأولى قرر أن يصادر صلاحية الجميع ليبقى هو المرجع النهائي. حتى الأحزاب السياسية التي يمكن أن نشير إليها لممارسة الضغط على رئيس الجمهورية لم يعد بقدرتها أن تمارس هذا الضغط لعدة أسباب. السبب الأول أن معظم هذه القوى السياسية هي قوى مصغرة وقوى غير فاعلة، وبعضها انقسم إلى شطرين، شطر بصنعاء يمجد السيد، وشطر في الشرعية يبحث عن أموال ومنافع. بقي الحزبان الكبيران اللي يمكن أن يعول عليهما هو المؤتمر الشعبي العام الذي أيضا تشظى إلى 4 شظايا وأصبح ضعيفا مثله مثل غيره. الحزب الوحيد الذي قادر على أن يحدث حراكا حقيقيا في الضغط هو الإصلاح، والإصلاح في ظل العداء الداخلي له والعداء الخارجي له بتهمة الإرهاب يتعامل بحذر، وبالتالي ليس له من المساحة المعقولة والممكنة لممارسة مثل هذا الضغط، ولا خيار له إلا أن يتلقى الضربات حتى يخرج البلد أو المجتمع من هذا النفق. نحن الآن في نفق دخلناه لا نعرف نهايته. الأكثر إشكالية في هذا الحال في سؤالك السابق واللاحق أن بالرغم من مصادرة رئيس الجمهورية للسلطات الدستورية والسياسية هو نفسه فرط بسلطاته إلى دول التحالف ولم يبقى له غير سلطة القرار. لا نستطيع أن نتأكد بأن سلطة القرار التي يمارسها الرئيس هادي هل هي سلطة ذات سيادة يستخدمها بنفسه أم بعد إملاءات تأتيه من أبوظبي أو من الرياض، وهذه هي الكارثة الكبيرة. نعم، إذا لما يتم القبول بهذا الشكل دكتور فيصل؟ يعني في نهاية الأمر الناس لا يستوعبون كل هذه التفاصيل وأنها حكومة منزوعة الصلاحية وحكومة لا يوجد لديها أي يعني إمكانية للعمل الحقيقي أو التحرك الحقيقي، لكنها في نهاية الأمر هي الملامة أولا وأخيرا من قبل الشعب. فلما يتم يعني إحراق هذه الحكومات سواء يعني القبول بأن يتم حرقهم بهذا الشكل، لما هم ساكتون على ما يحدث؟ يعني هل يقبل أحد أن يتعين في مكان لا يوجد لديه صلاحيات سوى أنه يساء إليه إذا لم يستخدم يعني مكانه بالشكل المناسب؟ من خلال متابعتي لمثل هذه التعيينات بتحاور مع بعض النماذج سواء وزراء أو محافظين، هم في البداية يستدرجون استدراجا ويتم إطلاق الوعود لهم بأنهم سيخضعون أو سيتم دعمهم بكل الإمكانات التي يشترطونها، ثم إذا ما قبلوا التعيين ينقلب عليهم الرئيس وينقلب عليهم أيضا دول التحالف التي وعدت بأنها ستساعد. لكن يمكن للعقل المبدع، وأنا أقول بأن الدكتور معين عبد الملك بإمكانه بعقليته الإبداعية أن يتجاوز مثل هذه الخديعة أو الكمائن السياسية بأن يشتغل بكل نزاهة وشفافية حتى يصبح موقفه أقوى. فإذا ما تحسن أداءه على الأرض بإمكانه أن يصبح ذو موقف صلب يصعب على الرئيس هادي وعلى دول التحالف أن تدخل معه بصراع، لأنها أيضا ستصبح هي الملامة وأمام ضغط شعبي. وهذا يحتاج إلى وقت كافي حتى نحكم على الرجل بأنه بإمكانه أن يسير وفق برنامج هو واعي للمخاطر التي قبلها، لأنه من البداية الأولى لا ينبغي لرئيس الجمهورية أن يعين رئيس حكومة بفريق قديم، ويفترض أن يخول رئيس الحكومة باختيار فريقه. نعم. وينبغي أن يختار أن يعد البرنامج وأن يعرض هذا البرنامج أيضا على مؤسسة دستورية يشترط انعقادها.
مجلس النواب بإمكانه أن ينعقد بالنصاب المعقول، ليس بالضرورة بالنصاب الدستوري الكامل في ظل هذه الظروف، فالاستثناءات واردة، وبإمكان قلنا أن تجتمع الغرفتين مجلس الشورى ومجلس النواب بما هم موجودين في المناطق الشرعية حتى تصبح المؤسسة الدستورية تمارس رقابتها على أداء السلطات. المجتمع وحده بمظاهراته وبوسائل الإعلام والنخب غير قادر على ممارسة الرقابة بشكل دستوري. المؤسسة الدستورية وحدها هي من تحاول أن تردع السلطات المماثلة لها، سلطة القضاء، السلطة التشريعية مع وجود السلطة التنفيذية. إلى الآن لا يوجد لا قضاء فعال ولا سلطة برلمانية أو تشريعية موجودة، وإنما يوجد رئيس وحيد يحتكر كل السلطات بيده ويعين فريق حكومي لا يهمه نجاحه. يعني إلى الآن لم نلمس من الرئيس هادي بأن عنده رغبة أكيدة بأن يعجل بإنهاء الحرب وأن يعجل بسرعة الانتقال إلى التسوية السياسية، إما بالحسم العسكري أو بتنفيذ القرار 2216 بضغط دولي وإقليمي. إلى الآن لا توجد هناك أي أمل لمثل هذه المخارج، وبالتالي طول الأزمة يستفيد منها هؤلاء النفعيون الذين يوجدون بعشرات الآلاف بالرياض، أقلهم يتقاضى 8,000 دولار، يعني 30,000 سعودي، ويشكو يقول 30,000 أو 8,000 دولار لا تكفيني، أنا عندي مصاريف وعندي مكيفات وعندي أولاد. والله هذه سمعتها من أحدهم، يعني يقول لا تكفيني، يعني وهو ليس وزيرا وإنما يعتبر ما دون الوزراء أو ربما ما دون نائب وزير. يعني لا أريد التسميات وأتورط بمثل هذا الحديث بالاسم، ولكن تصوري شخص يعيش بالمنفى بهذه المبالغ، هل يهمه أن تنتهي الأزمة؟ يعني إلى اليوم أنا قلت سابقا في حلقات على هذه القناة معك أو مع غيرك من الزملاء بأنه رئيس الجمهورية في الدستور هو الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونحن في حالة حرب. من العار ومن العيب أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة مختبئ في فنادق الرياض أو في العواصم الغربية ويترك الشعب يواجه مصيره بنفسه. يعني هناك خزي وعار، وكذلك من دونه من الوزراء، من دونه من الوكلاء، النوائب، رئيس الأركان، وزير الدفاع. يعني ظلت الحرب تسير بدون وزير دفاع 3 سنوات، وعندما اختار وزيرا اختار من نفس الطاقم القديم الذي لا يعول عليه. لدينا شباب عسكريين عندهم همة وطنية عالية قادرين على أن يبدعوا. في تعز اليوم المشكلات الأمنية أصبح يسمع بها القاصي والداني بما فيها الصحف الغربية والبريطانية. مخجل أن نتحدث عن أطفال صغار يتحكمون في المشهد، أو عن عسكر يستخدمون كمرتزقة ليقتلون فلان أو يقتلون علان بمقابل مال يدفعون. يعني تصوري بأنه قبل أسبوعين تم محاولة اغتيال رئيس الجامعة، من هو الذي حاول اغتياله؟ عسكر ينتمون إلى اللواء 170، ولصالح من؟ لصالح بيت هو لديه المالك متعاقد مع الجامعة على إيجارها وترميمها بعد انتهاء العقد. يعني ليس طرفا، حتى القاتل أو المحاول للقتل ليس طرفا في نزاع مع الجامعة. أي أنه عندنا جنود تم إدراجهم من اللواء ألف واللواء باء واللواء، كلهم يستغلون كمرتزقة ويقتلون ويعبثون ويأخذون أتاوات من الأسواق. إلى الآن أوجه أنا رسالة من خلال منبرك، وأرجو أن تسمحي لي في هذا، للأخ رئيس الحكومة لعله يسمعني كشخص أنتمي إلى هذا الوطن وأعيش في تعز منذ اليوم الأول للرصاصة الأولى دون أن أخرج. اليوم لا نعلم لماذا الأوعية الإرادية للجمهورية اليمنية في المناطق المحررة معطلة، لماذا لا تدخل إرادتها بشكل يومي للبنك المركزي؟ ما هي إرادة منفذ الوديعة؟ لماذا يتم تقاسم المدخولات المجهولة في منفذ الوديعة وهي بمئات الملايين بشكل يومي من جمارك وضرائب ورسوم لا ندري أين تذهب؟ لا نعرف ما هو مدخول اليومي لميناء عدن، جمارك عدن، جمارك لحج، الجمارك في المنافذ، الجمارك في المحافظات، الضرائب للتجار الذين يبتاعون ويشترون ويستوردون بالمليارات. يعني إلى الآن الأوعية الإرادية تعتبر مقطوعة ومقصوصة، لا تذهب بشكل يومي إلى الخزينة العامة، إلى البنك المركزي. لا ينبغي أن نراهن. أرجو من الأخ رئيس الحكومة
ألا يراهن على الدعم الخارجي، لأنه وقتي وبحال ما رفع هذا الدعم سننتكب وسيعود الدولار بألف وبألفين وبالتالي سنسقط. ينبغي أن نطالب باستعادة القرار اليمني بتشغيل الموانئ والمطارات والمؤسسات النفط والغاز وعودة روح الحياة الاقتصادية والاستثمارية في التصدير للثروات اليمنية من بن وعسل وثروة سمكية ومحصولة زراعية فيها فائض. يعني إن لم نشكل ميزانية ذاتية مما نمتلكه من ثروات فإن الدعم الخارجي لا يعول عليه بغض النظر عن حجمه كثر أو قل. يعني المليارين الوديعة للسعودية لا يمكن أن تغطي عاما كاملا إذا تم استنفادة، وهي وديعة وليس هبة. ولا والإعلام الخليجي ودول التحالف بكل قبح يعلنون بأنهم دفعوا دعما يتجاوز 18 مليار دولار. هؤلاء يستسخفوننا أو يحتقروننا. 18 مليار دولار ماذا تعني؟ تعني إنعاش الدولة والاعتماد عليها وصرف الرواتب فقط من فوائد الاستثمار لهذه الأموال. 18 مليار دولار قادرة فقط بدون استثمار أن تغطي رواتب 10 سنوات لجميع موظفي اليمن. أرجو من الأخ رئيس الحكومة أن يعيد النظر في مسألة صرف الرواتب لكل اليمنيين. نعم. ومن حقه أن يستثني كل من انخرط مع الحوثيين بالقتل والدمار والتعيينات القيادة العليا. نعم دكتور فيصل، سأناقشك في بعض هذه النقاط، ولكن بعد أن ينضم إلينا الأستاذ فهد سلطان وهو الكاتب والباحث من الرياض. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور أخت آسيا والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ فهد. عقب التعيينات الوزارية الجديدة كتبت في منشور لك على صفحتك في الفيسبوك أنه باقي وزير ونصف للإصلاح، أتمنى لو يقدم استقالته من الحكومة فورا. هل تجد أن هناك استهداف للإصلاح من الحكومة أو من هذه التعيينات؟ يعني تحول الإصلاح إلى شماعة، تحول الإصلاح إلى شماعة يلصق به كل شيء، يلصق به الفساد. الإصلاح متشبث كثيرا بالشرعية، متشبث بالحكومة كثيرا، وله مواقف لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. لكن هذا التشبث وهذا التصلب الزيادة الذي يخرج عن دائرة العمل السياسي يعني جعل الطرف الآخر أو جعل الرئيس أو جعل الحكومة يتعاملون مع الإصلاح باستخفاف شديد. لا ينبغي الإصلاح أن يتعامل مع على أن الوطن هو يعني ملكه جميعا أو على أنه هو العمود الفقري فقط. وهو الإصلاح صحيح أنه هو العمود الفقري، لكن ينبغي للآخرين أن يتشاطروا هذا الحمل. يعني الإصلاح اليوم يتحمل يعني يدفع فاتورة كبيرة وغالية وثمينة، ومع ذلك لا يلقى له بال ويتم استهدافه من كل القوى سواء داخل الحكومة أو خارجها. ينبغي الإصلاح يعني أن يعيد ترتيب أو يعيد أوراقه في هذه المسألة، أن يشعر الآخرين أن هذا الوطن يهمهم في الأول والأخير. أعرف جيدا أن هناك بعض القوى السياسية داخل الوطن لا يهمها شيء، لا يهمها، قادرة على أن تتعامل مع الشرعية، وقادرة على أن تتعامل مع الحوثيين في حالة لو انتصر الحوثيين، وقادرة أن تتعامل حتى مع اليمن لو خرجت عن التغطية كامل. يعني لكن في كل الأحوال مهم للإصلاح على ألا يكون جسر عبور لمثل هؤلاء، على ألا يكون مظلة لكل الاستهداف الذي يتناول الإصلاح. الإصلاح يدفع ثمن كبير وشبابه يدفعون ثمن كبير. يبقى أن هنالك الموقف السياسي. نعم. ينبغي أن يتطور، أن يواكب كثيرا حجم التضحيات التي تضع على الأرض. نعم، لو تحدثنا عن هذه التعيينات أستاذ فهد، يعني حكومة عدد وزرائها أكثر من 40 وزير، عشرات الوكلاء، في بلد يعاني من حرب منذ 4 سنوات ويعاني من مجاعة ويعاني من قصص شتى. كل يوم نحن نسمع بقصص مجاعة وموت للأطفال وانهيار العديد من الأسر، ربما توجب المساءلة عوضا عن هذه التعيينات. ما هو تعليقك؟ نحن دولة ديمقراطية، تركيبة نظام الحكم يقوم على سلطة ومعارضة، يقوم على 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 فصل بين السلطات، على تشريعات، على حكم، يعني يقوم على سلطات وعلى جهة تراقب أخرى. هنالك اختلال كبير داخل منظومة الشرعية نفسها، منظومة نظام الحكم في البلد. لا هنالك مؤسسات ولا مجلس نواب ولا دولة، هنالك رأس واحد هو الذي يتحكم بطريقة هذه البلد من أولها إلى آخرها. يعني هنالك مشكلة وخلل كبير
يعني كان الناس يتوقعون بأن الحكومة هذه الجديدة بأن هنالك سيكون هنالك يعني حكومة مصغرة أو حكومة إدارة أزمة أو حكومة جديدة بحكم التغيير الجديد في رئاسة الوزراء، ولكن لم يحصل من ذلك إلا تغيير وشكلي لا يسمى حتى تغيير، يعني بقدر ما هو يسمى ابتزاز فقط لحزب سياسي يعني يحاول هادي أو الرئيس هادي بطريقة أو بأخرى. يعني أن يعني أنا كملاحظ كمتابع أن الرئيس هادي يتعامل مع الدولة يعني تدور كل قراراته وتدور كل سياسته وفق الكرسي التي يحتمي بها، من يحاول أن يقترب أو يغير يعني يدور كل التغييرات والإصلاحات داخل هذه، يعني لا يتحرك إلا عندما يشعر أن الكرسي يتحرك، نفس الطريقة التي كان يعملها علي عبد الله صالح وربما بطريقة أسوأ وربما بطريقة أقبح، يعني هذه هي الطريقة التي يتحرك بها. اليوم يعني معنا وزراء خارج التغطية، يعني وزير للسياحة ووزير للرياضة ولا رياضة ولا سياحة ولا يعني كثير من الوزارات غير موجودة، ومع ذلك موجودة ضمن تشكيلات الحكومة. بقيت وزارة الدفاع لأكثر من 3 سنوات معطلة ونحن نقود أكبر حرب في البلد، حرب وجودية تستهدف كل شيء داخل هذا البلد. هناك المنظومة الداخل الشرعية معطوبة، منظومة مشكلة، لا يوجد هنالك لا معارضة ولا لا نعرف اليوم من هم الذين في المعارضة ومن هم الذين في الحكومة ومن هم الذين يعني ولا مجلس النواب غائب والوزارة مخبوطة، يعني في لخبطة كبيرة من أولها لآخرها. كل هذا الفساد أو كل هذا العبث أو كل هذه النوافذ أو القصور أو هذه الفخاخ التي داخل الشرعية هي التي سمحت لعلي عبد الله صالح من قبل أن يتمدد وأن ينقلب على كل شيء، هي التي تسمح للحوثيين بالبقاء والاستمرار، هي التي تسمح للمجتمع الدولي أن يخرج بتقارير تتجاوز الشرعية من فترة إلى أخرى. وأنا قلت في مرة سابقة بأن التقرير الأخير هو الضربة ما قبل الأخيرة التي ستجعل المجتمع الدولي يتعامل مع الشرعية على أنها طرف من الأطراف، وقد بدأت فعلا في التعامل بهذه الطريقة، ستكون الشرعية حبرا على ورق. أنا أعتقد أن الرئيس هادي لا يهمه أي شيء، يهمه أن يبقى في الكرسي حتى آخر نفس وليذهب بعد الليمانيين إلى الجحيم. نعم، إذن هناك أيضا من يقول أستاذ فهد أن تلك المناصب بالنسبة لأصحابها لن تغير أو لن تتعدى فائدة حصولهم على الراتب نهاية الشهر، يعني لن يتم تغيير حقيقي على أرض الواقع، هل تتفق مع ذلك؟ قلت لك هنالك مشكلة، يعني هذه الأزمة، لو أن هنالك شرعية حقيقية، لو أن هنالك رئيس يملك خيال، لو أن هنالك محيطين بالرئيس يعني على الأقل أناس أسوياء، لا يمكن أن يسمحون، لا يمكن أن تدار هذه البلاد بالطريقة التي تدار به الآن. نحن في حرب وجودية، ينبغي أن تتغير الأدوات وتتغير الأفهام وتتغير الأفكار وتتغير كثير من المفاهيم، وأن نستفيد من أخطائنا وأن نتجاوز يعني هذه الطريقة الرتيبة وهذه الطريقة البليدة وهذه الطريقة في إدارة شأن الدولة. يعني كان الأولى أن يكون هنالك خلية أزمة لا تتعدى 7 وزارات على الأقل تدير هذه الأزمة، كان الأولى أن تعود هذه الحكومة إلى أي منطقة محررة وتمنع هذا الانهيار الشامل والكامل في عدد أفراد الحكومة، يعني على الأقل يستفيدوا من تجارب الآخرين، على الأقل يستفيدوا من تجارب الكويت، من تجارب كثيرة عندما خرجوا يعني لفترة محددة ثم عادوا. الطريقة التي تمارس الآن والطريقة التي تدار بها البلاد هي طريقة مجنونة، لا نستطيع، يعني الذي يعتقد أن بهذه الطريقة نستطيع أن نحرر بلد فهو يعيش وهم كبير. هنالك تضحيات كبيرة على الأرض هي التي يعني تقاوم وهي التي تزرع الفارق فقط، أما في السياسة يعني فالكوارث تأتي من السياسة، الكوارث أن الكارثة الكبيرة أنه لا يوجد تغطية سياسية حقيقية لحجم التضحيات التي تقدم إلى الأرض. الشارع اليمني متقدم كثيرا على الشرعية، الشرعية لا زالت يعني شرعية لم يتبقى لها إلا الاسم، وأعتقد أن هذا الملف سيطوى كاملا، وأعتقد أن اليمنيين مقبلون على معركة حقيقية كاملة بعد أن تتجاوز مسألة الشرعية، بحيث يستقل القرار القرار الحقيقي للشارع اليمني استقلالا تاما وتعود القضية بيد الشارع أكثر ما هي بيد الزمرة الفاسدة الآن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث فهد سلطان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور فيصل. دكتور فيصل، يعني كنت تتحدث عن نقاط معينة يجب أن يلتفت لها رئيس الوزراء، أكثر من يعني مورد يفترض به أن يأتي إلى الخزينة العامة، ولكن أيضا تحدثت فيما سبق أنه يتم إغراء بعض الوزراء بهذه المناصب وأنه ستتاح لهم فرصة العمل وأنه
ولكن في حقيقة الأمر لا يتم شيء. إذن يعني في ظل حديث الأستاذ فهد، في ظل أيضا كل المعطيات التي تحدثنا بها منذ البداية، لما لم نجد حتى الآن وزيرا واحدا يقدم استقالته لعدم مقدرته على فعلا يعني الأداء على الأرض، لعدم مقدرته أو تمكنه من صلاحياته، لأنه ربما جاءت له وعود ولكن لم تنفذ؟ يعني إن تمت لهم وعود ولم تنفذ رضوا بالحال واستمر وضعهم كما يقال لاستلام الراتب فقط. إذا تتبعنا المنافع التي يحظى بها الوزراء الحاليين وطريقة تعيينهم سنكتشف الخلل. أولا، هناك وزراء يتقاضون أكثر من راتب، يتقاضون راتب من بنك المركزي في عدن بالريال، ويتقاضون بالدولار وبالسعودي من فرع الرياض من الجانب السعودي، وبعضهم يتقاضى عمولات وسيولات مختلفة وعندهم استعداد للارتزاق. اختيارهم تم بناء على ضعفهم الشخصي وليس على كفاءتهم، وبالتالي مثل هذه المواصفات لا يمكن أن تفضي إلى شخص عندما يعجز أو يجد نفسه أمام ورطة أن يقدم استقالته. لا يقدم استقالته إلا شخص لديه مشروع ولديه روح وطنية وثابة. من يشعر بهذا قدم استقالته. نحن نتذكر موقف عبد العزيز جباري ونحن نحترمه لهذا الموقف، الصيادي كذلك ونحترمه على هذا الموقف. وكل من يستقيل هو يمتلك روحا وطنية، يرفض أن يكون مجرد أداة لغسيل أوساخ الشرعية. الشرعية ما لم تكون استجابة لنبض الشارع واستجابة لإرادة الشعب فهي شرعية خرقاء، يعني هي أصبحت مطية للتدخل الخارجي أكثر منها شرعية شعبية. يعني يتحدثون عن كما قلت لك عن 18 مليار دولار مساعد اليمن، أنا متأكد بأن من ضمن هذه الأموال هي ما يصرف على هؤلاء العشرات الآلاف في الرياض. نعم. وضمن هذه الأموال هي ما يصرف على بعض الصواريخ التي تقصف على المدنيين. نعم، تم تفصيلها في إحدى المرات، وكان من ضمنها المساعدة التي تقدم للحكومة في الداخل، كانت ربما نالت نصيب الأسد من هذا المبلغ. وبالتالي إذن لا ينبغي أن نطلق مثل هذا الكلام على أنه مساعدة للشعب اليمني. الشعب اليمني يواجه الفقر، يواجه الموت اليومي، الموت البطيء، المجاعة، انعدام الخدمات، انعدام الاحتياجات الأساسية، المياه، الصحة، التعليم. الشعب اليمني من أكثر الشعوب نضالا في من أجل الحياة، ولكن لم تسخر له نخبة سياسية تحترم هذه العزيمة التي يتحلى بها هذا الإنسان اليمني. الإنسان اليمني حضاريا نحت الجبال ليخلق مدرجات زراعية يعيش منها، وهذه تعتبر من عجائب الإنسان اليمني عبر التاريخ. أرض غير صالحة للحياة، جبال جرداء، ولكن تحولت إلى أرض زراعية منتجة. الهوة السحيقة هي أن الشعب اليمني دائما منحوس بنخبة سياسية تخذله دوما، وعندما وجد شخص مثل الحمدي تم التآمر عليه داخليا وخارجيا وتم اغتياله، ونحن إلى الآن لازلنا نرجح كفة هؤلاء البياعين المشترين ليتآمرون على أي شخصية يمكن أن تفيد البلد. نعم. نتكلم بصوت عالي ونقول بأن الرئيس هادي هو صاحب السلطة المطلقة، عليه أن يقنع هذا المجتمع بأنه صاحب موقف تاريخي يحترم. وأنا أناقش عامة الناس العاديين يشعرون بفرح شديد بأن هادي رئيس بطولي وتاريخي، عندهم أمل لا يقف حتى عند السماء. نتيجة لهذا الأمل يتحدثون بالخيالات، لكن واقع الأمر بأن الرئيس هادي إلى الآن، قلت أنا، ليس له من القرارات الإيجابية الآن غير أنه عين رئيس حكومة ينتمي إلى ثورات الشباب. نعم. إذن هذه الفضيلة الوحيدة. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام.
حسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.